بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنتكلم عن شابتر 5 وشابتر 6. شابتر 5 بيتكلم عن الكوندكتورز اللي هي الموصلات والداي إلكتريكس، وشابتر 6 بيتكلم عن الكباستنس أو المكثف. طيب في البداية بيكون في عندنا حاجة اسمها الكرنت والكرنت دينستي، لازم نعرف الفرق ما بينهم. فبالتالي إحنا عارفين إن الكرنت هو معدل تغير الشحنات بالنسبة للزمن. أخدنا قبل كده حاجة اسمها الكرنت دينستي اللي هي أمبير على المتر المربع، وبالتالي لو أنا جيت كملت الجي ده بالنسبة للمساحة اللي هيمر فيها التيار ده هيديني قيمة التيار من ناحية تانية. يعني بمعنى صح، التيار أقدر أحصل عليه بطريقتين، يا إما هجيب معدل تغير الكيو بالنسبة للتايم، أو إن أنا هكامل الجي بالنسبة للأريا اللي موجودة الجي دي فيها، تمام؟ ده الجزء بتاع أمبير لو. في عندنا حاجة اسمها الكونتينيوتي إيكويشن اللي هو القانون ده. القانون ده بيقول لك لو إحنا عندنا جسم، الجسم ده كابل مثلا ولا حاجه، فبالتالي دخول التيار في البدايه هو نفس التيار اللي هيخرج. فدي حاجه اسمها الكونتينيوتي ايكويشن او استمراريه التيار الكهربي. هو بيوصف دخول التيار وخروجه بمعدل تغير الشحنات اللي موجوده في الفوليوم بتاعنا اللي هو موجوده في الجسم بتاع الكابل ده. يعني لو انا عندي كابل هشوف بدايه الكابل، التيار هيخش فيه مثلا وليكن 10 امبير، 10 امبير اللي هيخرج من الكابل هو نفس قيمه التيار، مفيش اي شحنات هتتراكم جوه الكابل ده. وبالتالي بيقول لك ان الدي الجريد دوت الجي، الجريد اللي هي الدايفرجنس معناها بالعربي التباعد. فلو انا بحسب معدل تباعد الجي من الجسم بتاعنا ده، فهو عباره عن معدل تغير الرو في، معدل تغير الشحنات. المفروض ان التيار عباره عن سيل من الالكترونات، وبالتالي لو انا جيت قسمت الكيو ده على الفوليوم بتاعنا اللي هو الفوليوم بتاع الكابل هيدينا الرو في. الرو في دي لما اجي افاضلها بالنسبه للتايم، فبالتالي انا بحسب معدل تغيرها بالنسبه للزمن، والاشاره السالب دي معناها ان معدل التغير ده بيقل. يعني التيار وهو داخل هلاقي ان الشحنات عماله تزيد، التيار وهو خارج هلاقي ان الشحنات اللي موجوده جوه الجسم ده عماله تقل، وبالتالي معدل تباعد التيار عن الكابل بتاعنا هو معدل تناقص الشحنات اللي موجوده في الفوليوم ده. طبعا الكلام اللي احنا شرحناه هم كلمتين الانجليزي اللي مكتوبين تحت دول. طيب في عندنا بقى طبعا الكلام ده مرتبط بالايه؟ مرتبط ان احنا لما نيجي نتكلم عن تيار كهربي وشحنات والكلام ده، الكلام ده مرتبط بالكوندكتورز اللي هي الجزء الاولاني من الشابتر بتاعنا. طب الجزء الثاني اللي هو الداي الكتريكس او المواد العازله، في عندنا حاجه اسمها الناتشر اوف الداي الكتريك ماتيريالز اللي هي خواص او طبيعه المواد العازله. بيقول لك هنا لو احنا عندنا ماده عازله، الماده العازله دي لو انا جيت عرضتها لمجال كهربي، قيمه المجال ده اي، وبالتالي هلاقي ان في كثافه فيض اللي هي الدي اتكونت جوه المادة بتاعتي دي لو مادة عادية. طيب لو المادة دي داي إلكتريك، بالتالي هلاقي إن قيمة كثافة الفيض اللي جوه المادة دي هتزيد بمقدار ترم اسمه بي. إيه البي ده؟ البي ده إحنا بنقول عليه بولاريزيشن أو استقطاب. يعني إيه الكلام ده يا شباب؟ جوه المادة بتاعتي أي مادة المفروض إن هي عبارة عن شحنات موجبة وشحنات سالبة، بس بنسب مختلفة، سواء هي مادة موصلة أو مادة عازلة أو شبه موصلة سيمي كوندكتورز. انا عندي الداي الكتريك ماتيريالز بيكون فيه شحنات موجبه وشحنات سالبه. الشحنات الموجبه والشحنات السالبه بيحصل ما بينهم استقطاب، فبيتكون حاجه اسمها الدايبول. شحنه موجبه مع شحنه سالبه كده ده بيطلق عليه دايبول. عدد الدايبولز اللي في المتر المكعب او اللي في الفوليوم بتاع الماده العازله دي، النمبر ده اللي احنا بنطلق عليه البي او البولاريزيشن. طب البولاريزيشن دي بتساوي ايه؟ بتساوي حاجه اسمها الاكس اي في الابسلون نود في قيمة الإلكتريك فيلد اللي احنا عرضنا المادة بتاعتنا دي ليه. طيب الإكس إي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سماحية الداي إلكتريك ماتيريال إن هي تمرر المجال الكهربي. طيب والإبسلون نود احنا عارفينها وقيمة الإي احنا عارفينها. طبعا هناخد التلاتة دول ونعوض بيهم في المعادلة بتاعتنا دي اللي هي قالت لك إن الدي هيساوي قيمة الإبسلون نود في الإي زائد الترم اللي هو الجديد اللي اسمه البي. لما نيجي نعوض بالمعادلة دي هنا هلاقي إن الدي هتساوي الإبسلون نود في الإي زائد الإكس إي في الإبسلون نود في الإي. طبعا هناخد الابسلون نوت في الاي عامل مشترك، هيتبقى لنا هنا اكس اي زائد واحد اللي احنا شلناها بعد كده وقلنا عليها الابسلون ار او سماحيه، نسبه ما بين سماحيه الوسط لسماحيه الفراغ. وبالتالي الابسلون ار هي عباره عن نسبه، نسبه مين يا شباب؟ نسبه الابسلون بالنسبه للابسلون نوت. طيب يبقى دلوقتي عرفنا الترم بتاع الابسلون ار ده جه منين؟ جه من الترم اللي اسمه البولاريزيشن، ودي من خواص الداي الكتريك ماتيريالز. طبعا الكلام ده برضو موجود هنا بالتفصيل، الكلام اللي احنا شرحناه موجود هنا بالتفصيل. والبي بتتحسب ازاي؟ من خلال الترم اللي احنا قلناه او من خلال معادله تانيه، بس مش مطلوب منكم الجزء ده.
بعد كده في عندنا حاجة اسمها الـ Conducting and the Boundary Conditions. الـ Boundary Conditions دي هي عبارة عن شروط الحدود، أو إحنا هنا في الجزء ده بنتكلم على إن في عندنا مادتين عازلتين، المادة اللي فوق دي مادة عازلة والمادة اللي تحت مادة عازلة، وبيفصل بينهم سطح أو وسط. الوسط ده بيفصل المادة العازلة اللي تحت عن المادة العازلة اللي فوق. طيب المادة العازلة اللي تحت دي الـ Dielectric Material اللي تحت فيها مجال كهربي قيمته E واحد، والمادة اللي فوق فيها مجال كهربي قيمته E2. ايه العلاقة ما بين الاتنين دول؟ هو هنا بيقول لك ان لما يكون في عندك مجال كهربي اسمه E1 موجود في المادة الاولانية، وهيجي يخترق السطح اللي هيفصل مادتين عن بعض، ايه اللي هيحصل له فوق؟ زي الصوت والضوء، احنا عارفين الصوت او الضوء لما بيمروا من وسط لوسط بيحصل لهم انكسار. نفس المجال بيحصل، او نفس الفكرة بتحصل في المجال الكهربي بتاعه. فالمجال الكهربي الـ E1 لما نيجي نبص على الزاوية اللي عاملها مع الخط العمودي على المستوى اللي هيفصل لك مادتين عن بعض، يبقى الخط ده كده ده السطح اللي هيفصل لي مادتين عن بعض، وده المتجه العمودي عليه أو المحور العمودي عليه. وبالتالي الـ E1 وهو ماشي كده هيجي عند النقطة دي، هلاقي إن هو عامل زاوية اسمها سيتا 1 مع الخط العمودي على المستوى اللي بيفصل لي مادتين عن بعض. لما يجي يتنقل للوسط اللي فوق هينكسر بزاوية جديدة اسمها سيتا 2 برضه ما بين الـ E2 والخط العمودي على المستوى اللي هيفصل لك مادتين عن بعض. احنا هنا عايزين نربط ما بين المجال في المادة اللي تحت والمجال في المادة اللي فوق. فقال لك خلاص الـ E1 احنا هنحلله لمركبتين، مركبة اسمها الـ E-tangent 1، دي مركبة بتمس السطح اللي هيفصل مادتين عن بعض، فادينا لها رمز T اللي هي التانجنت أو الممسية. ومركبة تانية هنسميها الـ E-normal أو مركبة عمودية، ودي بتكون عمودية على السطح اللي هيفصل مادتين عن بعض. بالمثل هنعمل نفس الكلام في المادة رقم 2، يبقى في عندنا هنا الـ ET2 تانجنت 2 و EN2 اللي هي النورمال رقم 2. عايزين نربط بقى ما بين المجال اللي تحت والمجال اللي فوق. أول علاقة بيقول لك هنا إن الوسط أو السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض قيمة المجال الكهربي عليه أو شدة المجال الكهربي عليه ثابتة، وبالتالي السطح اللي هيفصل لي مادتين عن بعض اللي هو الخط الأسود اللي بالعرض ده، ده فيه ET1 وفيه ET2. بما ان شدة المجال الكهربي عليه ثابتة يبقى الـ ET1 بيساوي الـ ET2. طب الحاجة التانية قال لك لو احنا عندنا السيستم بتاعنا for a system of free charge، يعني السيستم او السطح ده مش هيتراكم عليه شحنات، يعني الرو اس بتاعته بتساوي صفر، مفيش اي شحنات هتتراكم عليه، يبقى المجال الكهربي اللي هيخترق عمودي من هنا، بس مش الـ EN بقى، لا الـ DN، كثافة الفيض الكهربي اللي هتخترق من هنا عمودي، تخترق السطح ده عمودي، هتكمل عمودي عليه. تمام يا شباب؟ يبقى الدي ان اللي موجوده في الماده الاولانيه هتساوي الدي ان اللي موجوده في الماده الثانيه، يبقى الدي ان 1 بتساوي الدي ان 2 وليس الاي ان 1 بيساوي الاي ان 2. يبقى اول علاقه ان الاي تي 1 بيساوي الاي تي 2. تمام؟ ثاني علاقه ان الدي ان 1 بيساوي الدي ان 2. ثالث علاقه، ودي بتربط لك ما بين الابسلون ار بتاعت الماده اللي فوق والابسلون ار بتاعت الماده اللي تحت والزاويه سيتا 1 وسيتا 2. بيقول لك ان تان سيتا 1 على تان سيتا 2 بتساوي الابسلون ار 1 على الابسلون ار 2. بس خلي بالك ان سيتا 1 هي الزاويه ما بين مجال الاي 1 والخط العمودي على المحور، على الخط العمودي على الوسط اللي هيفصل لك مادتين عن بعض، يعني هي دي سيتا 1 مش الزاويه دي، مش الزاويه اللي موجوده هنا. تمام؟ ونفس الكلام سيتا 2. طبعا القانون ده ملوش اثبات بس لازم تكون عارف. احنا كده معانا ثلاث قوانين، المفروض ان انت لو عارف القوانين دي هتحل بيها اي مساله على الجزئيه دي. طب احنا عارفين هنا ان في علاقه بتقول لك ان الدي واحد او الدي بشكل عام بتساوي الابسلون نوت في الابسلون ار في الاي. لو احنا بنحسب في الماده رقم واحد يبقى هيبقى ابسلون ار واحد واي واحد، لو بنحسب في الماده رقم اتنين يبقى الراجل ده هيبقى ابسلون ار اتنين والاي اتنين. السؤال ده جه في احد الامتحانات قبل كده، موجود في الشيت شابتر 5 مساله رقم 31. بيقول لك surface x equal 0 separates two perfect dielectrics. لو انت ترجمت اول سطر ده غلط هتحل السؤال كله غلط. طيب تاني كده هو بيقول ايه؟ بيقول لك surface x equal 0 بيقول لك هنا surface x equal 0 separates two perfect dielectrics. مين ال x equal 0؟ ده surface اللي هو مين يعني؟ اللي هو المستوى واي زد. تمام يا شباب؟ يبقى الخط الاسود اللي بالعرض ده هو ده المستوى واي زد. يبقى مين اللي عمودي عليه؟
محور الاكس، تمام؟ لو انت ترجمت دول غلط هتعكس اي واحد فيهم، هتلاقي ان انت بتحل السؤال بتاعك طول ما انت ماشي عمال تحل غلط، وهيبقى معانا دلوقتي الكلام اللي انا بقوله. يبقى دلوقتي السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض ده المستوى اكس اللي هو المستوى واي زد، والعمودي عليه هيكون المحور اللي ناقص، لان احنا شغالين 3 دي، فبالتالي لما يكون ده الواي زد هيكون اللي ناقص اللي هو العمودي عليهم اللي هو محور اكس. بيقول لك هنا بقى فور اكس اكبر من الصفر، يعني في الجزء اللي فوق هنا الجزء الموجب من الاكس، لت الابسلون ار بتساوي الابسلون ار 1 اللي هي بتساوي 3. يعني هنا الابسلون ار 1 اللي هي بتساوي 3، وتحت هيكون الابسلون ار 2 اكيد اللي هي هتساوي، هنشوف مديها لنا بكام. بيقول لك وايل الابسلون ار 2 بتساوي 5 وير الاكس اقل من الزيرو، يبقى هنا الابسلون ار 2 معانا بتساوي 5. هو بيقول لك ايه بقى هنا؟ بيدي لك المجال سواء في اي 1 او اي 2 ويطلب منك الحاجات التانية، يعني يطلب منك يدي لك المجال في منطقه ويطلب منك المجال في المنطقه التانية مع شويه مطاليب كده كمان. فبيقول لك هنا الاي 1 بتاعتنا بتساوي 80 اي اكس ناقص 60 اي واي ناقص 30 اي زد فولت على متر، وبيقول لك احسب لنا الاي ان 1 والاي تي 1 وشويه كده مطاليب. طيب الاي 1 بتاعنا اللي هو الراجل ده المجال ده بالشكل ده كده، ممكن احلله لمركبه اسمها الاي تي 1 ودي هتكون في اتجاه الواي زد، ومركبه ثانيه هتكون الاي ان 1 ودي في اتجاه محور الاكس. في الاخر خالص احنا عارفين ان الاي تي زائد الاي ان بالشكل ده كده، ادي الاي تي زائد الاي ان، مين اللي هيقفلهم لو احنا شغالين متجهات؟ هيقفلهم المتجه اللي اسمه ايه؟ يبقى ده الاي تي وده الاي ان، واللي هيقفلهم هيكون المتجه اللي هو الاي بتاعه، تمام؟ يبقى الاي كمتجه هو عباره عن الاي تي كمتجه زائد الاي ان كمتجه، يبقى المتجه بتاعنا الاي 1 ده عباره عن الاي ان زائد الاي تي. طيب الاي ان بتاعنا في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس اكس، يبقى الترم ده كده هو ده عباره عن الاي ان. طيب والاي تي هيكون هو الجزء الباقي اللي هو السالب بعد الاي زد، يبقى ده كده الاي تي الاي ان سوري، والجزء اللي فاضل من المتجه بتاع الاي هو ده الاي تي. لما يقول لك احسب لنا الاي ان 1 فاحنا عارفين من هنا ان الاي ان 1 هيساوي 80 اي اكس، او ممكن اجيبها بشكل تاني ان انا لو عايز اجيب المتجه بتاعنا ده عايز اجيب مسقطه في اتجاه محور الاكس، يبقى لما تجيب مسقط متجه في اتجاه محور او في اتجاه متجه تاني بتضرب دوت برودكت في المتجه ده، انا عايز اجيب مسقطه في اتجاه الاي اكس يبقى هضربه دوت برودكت في اتجاه الاي اكس، لو هيطلع لك في الاخر خالص ب 80. ولو قال لك احسب لنا المتجه ده او الاي ان 1 ده كمتجه، يبقى عارفين ان هو في اتجاه الاكس، يبقى هنحط قيمه او هنحط المتجه بتاعنا اللي هو الاي اكس. طيب ده كده الاي ان 1. لما يجي يقول لك احسب لنا الاي تي 1، احنا لسه عارفين من شويه ان الاي هو عباره عن الاي تي زائد الاي ان، احنا خدنا الاي ان يبقى الجزء الباقي هو الاي تي، يبقى بشكل صريح الاي تي هو الاي 1 ناقص الاي ان 1، ده كده متجه ناقص متجه هيجي لك الاي تي 1. طبعا هنطرح المتجهين من بعض هيطلع لنا المتجه اللي فاضل هو ده الاي تي 1. جه قال لك احسب لنا الماجنتيود بتاع الاي 1، اكيد هيبقى عايز ماجنتيود لان هو اصلا مدينا الاي 1 كمتجه، فلما يطلبوا كماجنتيود هنربع معاملات كل ترم معانا ونحطهم في الاخر خالص تحت الجذر، فطلع معايا بالرقم ده. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك احسب لنا الانجل ثيتا 1 ما بين الاي 1 ادي الاي 1 اهو والنورمال تو ذا سيرفس، ده النورمال للسيرفس اللي بيفصل لك مادتين عن بعض، يبقى هي دي الزاويه مين؟ هي دي الزاويه ثيتا 1، تمام؟ مكتوبه بالاخضر فوق. السيتا 1 دي نحسبها ازاي؟ طبعا هنشتغل حساب مثلثات، احنا معانا المتجه بتاع الاي 1 ده كمقدار، ومعانا الاي تي 1 كمقدار، ومعانا الاي ان 1 كمقدار، تقدر تحسبها بحساب المثلثات سواء كوساين سيتا 1 او ساين سيتا 1 او تان سيتا 1 بالشكل ده، في الاخر رحنا مطلعين قيمه السيتا 1 ب 40 درجه. طب المطلوب اللي بعد كده قال لك احسب لنا الدي ان 2. طب الدي ان 2 دي بتساوي ايه يا شباب؟ احنا عارفين ان الدي ان 2 بتساوي المفروض ان هي بتساوي الابسلون نود في الابسلون ار 2 في الاي ان 2. طيب هل انا معايا الاي ان 2؟ لا مش معايا الاي ان 2. طب هنعمل ايه بقى؟ هل في علاقه ما بين الاي ان 2 والاي ان 1؟ لا. طب احنا عارفين ان الدي ان 2 بتساوي ايه؟ لسه قايلين من شويه ان الدي ان 2 بتساوي الدي ان 1، يبقى من هنا لو احنا عايزين نحسب الدي ان 2
انا عارف ان الدي ان 2 بتساوي الدي ان 1. طب الدي ان 1 اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي الابسلون ار 1 في الابسلون نوت في الاي ان 1. وبالتالي انا جبت الدي ان 2 بدلاله الدي ان 1 اللي هي بتساوي ابسلون نوت في ابسلون ار 1 في الاي ان 1. طبعا هنحسب الكلام ده، رحنا مطلعين القيمه 2.12 من 100 نانو كولوم. جه بعد كده قال لك احسب لنا الدي تي 2. طب الدي تي 2 بتساوي ايه؟ هل بتساوي الدي تي 1؟ لا، الدي تي بتساوي ابسلون نوت في ابسلون ار في الاي تي. طب احنا عايزين نحسبها 2، يبقى هنضرب في اي تي 2. طب الاي تي 2 معانا؟ لا، بس انا عارف ان الاي تي 2 بتساوي الاي تي 1، يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هشيل الاي تي 2 دي بس، احط مكانها مين؟ الاي تي 1، وهسيب هنا الابسلون ار 2 والابسلون نوت زي ما هي. يبقى الدي تي 2 هتساوي الابسلون ار 2 في الابسلون نوت في الاي تي، شلت الاي تي 2 وحطيت مكانها الاي تي 1 اللي انا عارفها. هنعوض، رحنا مطلعين قيمه الدي تي 2. جه بعد كده قال لك احسب لنا الدي 2 بالمثل زي ما عملنا في الجزء ده، لما قلنا ان الاي هي عباره عن الاي تي زائد الاي ان، اكيد هيكون الدي هو عباره عن الدي تي زائد الدي ان. يبقى لما يجي يقول لك احسب لنا الدي 2 هي عباره عن الدي ان 2 زائد الدي تي 2. طبعا هنعوض بالقيم اللي احنا لسه حاسبينها في الخطوه رقم اف والخطوه رقم اي، واحنا مطلعين قيمه الدي 2. طيب جه بعد كده قال لك احسب لنا البي 2 البولاريزيشن في الماده رقم 2، بيساوي الابسلون نوت في الاكس اي، الاكس اي 2 اللي هي الاكس 2 في الاي تي 2. الاي تي 2 احنا لسه جايبينها من شويه بدلاله الاي تي 1، تمام؟ فبالتالي عادي هنعوض بقيمه الاي تي 2. يبقى ممكن نعوض في القانون ده الاي تي 2 هنجيبها بدلاله الاي تي 1، والاكس اي 2 هي عباره عن الابسلون ار 2 ناقص الواحد، لان 1 زائد الاكس اي هي مين؟ هي الابسلون ار. يبقى بالتالي الاكس اي او الاكس 2 هي الابسلون ار 2 ناقص الواحد. او من خلال قانون تاني اللي احنا عارفين فيه ان الدي بتساوي الابسلون نوت في الاي 2 زائد البي 2، هنجيب البي لوحدها في طرف ونعوض في القانون ده بالشكل اللي قدامنا ده. يعني في كذا طريقة ممكن نحسب منها البي تي البي 2. معانا مطلوب تاني بيقول لك احسب لنا السي 2. والله في عندي علاقة بتقول لك ان تان سيتا 1 على تان سيتا 2 بتساوي ابسلون ار 1 على ابسلون ار 2. ممكن نستخدم العلاقة دي او نشتغل زي ما اشتغلنا في سيتا 1 بحساب المثلثات برضو بنفس الطريقة زي ما انت شايف كده. ادي السي 2، معانا الاي 2 كمتجه وكمقدار اللي احنا المفروض ممكن نكون حاسبينها دلوقتي نقدر نحسبها، ومعانا الاي ان 2 ومعانا الاي تي 2 برضو كمتجهات ممكن نحسبها ساين او كوساين او تان بأي طريقة. هنحسب قيمة السيتا 2، طلعت معايا برضه 54.5. واضح طبعا إن أنا لما جيت حسبت السيتا 1 كانت 40 والسيتا 2 كانت 54.5، فده اللي هو بيقول لك الانكسار اللي حصل معايا، يعني السيتا 1 مش هي هي السيتا 2. جه بعد كده بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك احسب لنا الإنرجي دينستي. حاجة جديدة عندنا اسمها الإنرجي دينستي، اللي هي كثافة الإنرجي أو كثافة الطاقة في المادة رقم 1. هناخد في الجزء اللي جاي بعد كده اللي هو الكابستنس ان الداي الكتريك ماتيريال او الماده العازله تقدر تخزن انرجي، تمام يا شباب؟ طيب كثافه الانرجي دي او الانرجي دينستي نحسبها ازاي؟ قال لك بتساوي نص الابسلون نوت في الابسلون ار 1 في الاي 1. طبعا احنا بنحسب انرجي فلازم نجيب الاي 1 كمتجه، وبعد كده نروح مربعين قيمه الاي دي، تمام يا شباب؟ يبقى لو حبيت احسب الابسلون ار الستورد انرجي او الانرجي دينستي في الريجون رقم 1 هي نص الابسلون نوت في ابسلون ار 1 في الاي 1 سكوير. طبعا الاي 1 سكوير هنجيب المقدار بتاع الابسلون بتاع الاي 1 ونعوض فيه ونربعه بالشكل ده. طبعا هيطلع معانا الرقم، مفيش مشكله. لو حسب الانرجي او طلب الانرجي دينستي في الريجون رقم 2 برضو بنفس الطريقه هنحسب ونروح مطلعين قيمه الانرجي دينستي في الريجون رقم 2. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان الانرجي دينستي غير الانرجي ستورد. الانرجي ستورد بالجول، انما الانرجي دينستي جول على متر مكعب. قبل ما نخش في السؤال اللي بعد كده هنتعرض لحاجة اسمها السفيريكال كوردينيتس أو الإحداثيات الكروية. طبعا الإحداثيات الكروية مش هنحتاجها كتير في المنهج، يعني في سؤالين ثلاثة بالكتير قوي من ضمنهم السؤال اللي جاي ده، تمام؟ حتى احنا مش هنحتاجها في السؤال اللي جاي ده، كان السؤال ده على السلندريكال كوردينيتس.
عموما الاحداثيات الكرويه برضو للعلم، يعني احنا في الاحداثيات الكارتيزيه عندنا الاكس والواي والزد دول 3 اطوال، الاحداثيات الاسطوانيه عندنا الرو والزد دول طولين والفاي دي زاويه، يبقى معانا طولين وزاويه. في الاحداثيات الكرويه هنا احنا معانا زاويتين وطول، تمام. لما هنيجي نرسم الكوره اول حاجه معانا نص قطر الكوره دي، نص القطر ده طبعا طول، نص القطر بتاعنا ده بيعمل زاويه مع محور الزد اسمها سيتا. فبالتالي انا لما كنت برسم الاحداثيات الاسطوانيه كنت برسم نص القطر على الارض، دلوقتي انا طالع بنص القطر من نقطه الاوريجن خارج في 3 دايمنشن، تمام يا شباب. وابدا ارسم، بيكون عامل زاويه سيتا مع محور الزد، ابدا اروح راسم الكوره بتاعتي، ارسم الاول دايره وبعد كده هلف البرجل بتاعي، الاول هيلف حوالين محور الزد وبعد كده هيلف حوالين نقطه الاصل، فبالتالي اللفه الاولانيه مع اللفه الثانيه هيعملوا لي دايره كده ودايره عموديه عليها، فبالتالي هيكون الشكل النهائي هو الكوره بتاعتي. طبعا الموضوع محتاج خيال كبير شويه. المهم ان انا عندي الار بتاعنا ده هيعمل زاويه اسمها سيتا مع محور الزد، تمام يا شباب. كل ما الزاويه دي ما هتزيد، طبعا بتزيد كل ما ببعد عن محور الزد، يبقى هلاقي في عندي متجه معاها، ونص القطر بتاعنا كل ما بيزيد هيكون في متجه معاها. يبقى دلوقتي نص القطر بتاعنا الار بيزيد في الاتجاه ده، يبقى معانا متجه اسمه متجه الـ AR. طيب والزاويه بتاعتي سيتا بتزيد كل ما ببعد عن محور الزد، يبقى هيكون معايا متجه عمودي على الـ AR. الاتجاه الموجب بتاعه هو اتجاه موجب او اتجاه زياده الزاويه سيتا، المتجه ده هنسميه الـ A سيتا. المتجه بتاعنا ده او الـ R بتاعنا ده لما هاجي ارسمه او اجيب مسقطه على الارض اللي هو الخط المنقط ده، خط المنقط ده هيجي منين؟ هحلل الراجل ده اللي هو الـ R، جزء هيبقى على الارض كده هنا هيكون اسمه الـ R ساين سيتا، تمام، وجزء هيبقى كده هيكون الـ R كوساين سيتا، تمام يا شباب. طيب الـ R ساين سيتا ده بقى هيكون عامل لي اللي هو مسقط النص القطر بتاع الكورة، هيكون عامل لي زاوية اسمها فاي مع محور الاكس زيها زي الفاي بتاعت الاحداثيات الاسطوانيه. كل ما هبعد عن محور الاكس كل ما الزاويه فاي دي ما هتزيد، كل ما هلاقي ما هيكون معايا متجه المفروض ان هو متعامد على الاثنين اللي هنا دولت، الاتجاه الموجب بتاعه هو اتجاه زياده الزاويه فاي. طبعا الاي فاي والاي ار والاي سيتا كلهم متعامدين على بعض، اول واحد ظهر معايا الاي ار، ظهر بعديه الاي سيتا، ظهر بعدهم الاي، تمام. امشي بالتسلسل ده اخد الموجب بتاع التالت، امشي عكسه اخد السالب بتاع الايه التالت. طبعا نص القطر بتاعنا الار سيتا الار ساين سيتا ده برضو ممكن اجي احلله، جزء هيبقى كده هنا الار ساين سيتا كوساين فاي، وجزء هيبقى هنا كده في اتجاه الواي هيبقى الار ساين سيتا ساين الفاي. وبالتالي قال لك لو احنا حابين نحسب قيمه الاكس بدلاله الار والسيتا والفاي، هو ده اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، الار ساين سيتا ده هحلله جزء هنا هيبقى ار ساين سيتا كوساين فاي، هو ده الترم بتاع الاكس. ولو حللته في اتجاه الواي هيبقى قيمه مركبه الواي ار ساين سيتا في ساين الفاي اللي هو بالشكل ده كده. وزي ما قلنا من شويه ان قيمه الزد بتاعتك هي هتبقى الار كوساين سيتا هو بالشكل ده. طب لو حبيت احسب الار والسيتا والفاي بدلاله الاكس والواي والزد هنعوض في المعادله اللي قدامنا ده، تمام يا شباب. طيب سيبنا من الحته دي دلوقتي. السؤال ده طبعا السؤال ده بيتكلم على الاحداثيات برضو الكارتيزيه عادي خالص، بيقول لك هنا في الريجن رقم 1 اللي هي الاكس اكبر من او تساوي الصفر، اللي هي المنطقه اللي فوق دي، دي الابسلون ار 1 بتساوي 2، تمام. واي الريجن 2 اللي هي اقل من الصفر هاز ابسلون ار 2 بتساوي 5، يبقى تحت هنا الابسلون ار بتساوي 5. السؤال ده يا شباب كيف امتحان 2020، جه في امتحان السنة اللي فاتت. بيقول لي هنا ايه بقى؟ لت الاي واحد بيساوي 20 AX ناقص 10 AY زائد 50 AZ. مدي لك المجال في المادة رقم 1 بيساوي الكلام ده، وبيقول لك احسب لنا الدي 2 واحسب لنا الانرجي دينستي في البوست ريجونز، في المنطقة اللي فوق والمنطقة اللي تحت. الدي 2 بيساوي ايه يا شباب؟ احنا عارفين ان الدي 2 المفروض ان هو بيساوي الابسلون نوت في الابسلون ار 2 في الاي 2، صح؟
طيب يبقى انا دلوقتي عشان احسب الدي 2 محتاج ان انا احسب الاي 2. طب الاي 2 نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي من خلال العلاقات اللي احنا قلنا عليها من شويه، ادي الاي 1 اهو هحلله اي تي 1 واي ان 1، وادي الاي 2 هيبقى اي تي 2 واي ان 2. طبعا الاي تي 2 هو هو الاي تي 1، يبقى الاي تي 1 بتاعتك اللي هي المركبه اللي في اتجاه مستوى الواي زد اللي هي الترم ده، يبقى كده الراجل ده كده ده الاي تي 1 اللي هو هو الاي تي 2، يبقى الاي تي 2 هو الترم ده. طيب ادي جبنا الاي تي 2. الاي ان 2، الاي ان 2 ده بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الابسلون بيساوي الدي ان 2 على الابسلون نود في ابسلون ار 2، صح كده؟ الدي ان 2 معايا؟ لا مش معايا، بس معايا ان الدي ان 2 بيساوي الدي ان 1، يبقى الدي ان 1 على الابسلون نود في الابسلون ار 2 هيساوي الاي ان 2. طب الدي ان 1 نفسه بيساوي ايه؟ الدي ان 1 بيساوي الابسلون نود في الابسلون ار 1 في الاي ان 1، يبقى الكلام ده بتاع البسط على المقام بتاعنا اللي هو الابسلون نود في الابسلون ار 2. طبعا الابسلون نود هتطير مع الابسلون نود، الابسلون ار 1 على الابسلون ار 2 معانا الاثنين دولت، فاضل ان احنا نجيب الاي ان 1. طبعا هنعوض في المعادله دي، يبقى احنا كده حسبنا الاي ان 2. طيب الاي ان 1 ده بيساوي ايه؟ ما هو ده الاي ان 1 صح، اللي هو ال 20 اي اكس. طبعا احنا هناخد الرقم اي اكس اللي هو الرقم غير الاي اكس اللي هم ال 20 بس. يبقى هنا من خلال المعادله دي ان الاي ان 2 هو الاي ان 1 في الابسلون ار 1 على الابسلون ار 2. طبعا الاي ان 1 زي ما احنا لسه قايلين عليها من شويه اللي هي ال 20 اي اكس، هنضربها في المعادله بتاعتنا اللي هي الارقام اللي احنا جبناها من شويه. هنروح جبنا مين؟ هنجيب الاي ان 2. بعد ما نجيب الاي ان 2 نبدا نعوض في المعادله، ده كده الاي ان 2 اهو ال 20 اللي هي الاي ان 1 في ابسلون ار 1 على ابسلون ار 2 طبعا في اتجاه الاي اكس، وادي رحنا حاطين الاي تي اللي احنا لسه قايلين عليها بتاعت الاي تي 1. هنعوض في المعادله دي، رحنا جبنا الاي تي. بعد ما هنجيب الاي 2 هنعوض في المعادله اللي لسه قايلين عليها من شويه اللي هي المعادله دي ابسلون نوت في الابسلون ار 2 في الاي 2، رحنا جبنا الدي 2. بعد ما حسبنا الدي 2 هو بيقول لك احسب لنا الانرجي دنسيتي في ريجون رقم 1 هتساوي نص الابسلون نوت في الابسلون ار 1 في الاي 1 دوت برودكت في الاي 1 اللي هي احنا كنا كاتبينها في المثال اللي فات الماجنتيود بتاع الاي 1 سكوير، تمام؟ طيب هنعوض في المعادله دي، رحنا حاسبين الانرجي دنسيتي برضو جول لكل متر مكعب. طبعا لما نيجي نحسبها في الريجون رقم 2 لازم يكون معانا الاي 2 اللي احنا لسه حاسبينها في المثال ده في الخطوه الاولانيه، رغم ان هو مش طالبها بس كان لازم نجيبها علشان نكمل حل السؤال بتاعنا. هنحسب الاي 2 ونعوض فيها بالشكل اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، واحنا حاسبين قيمه الانرجي دنسيتي برضو جول لكل متر مكعب. طيب في المثال ده بقى هنا بيتكلم على الاحداثيات الاسطوانيه. المثال ده بيقول لي let the cylindrical surface rho من 4 سنتي ل 9 سنتي enclose two wedges of perfect dielectrics. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني انا عندي cylindrical coordinates، ادي احداثيات اسطوانيه الشكل ده كده، عباره عن اسطوانه. الاسطوانه دي يا شباب هنفترض ان نص القطر الداخلي ده 4 ونص القطر الخارجي 9. هو بيقول لك من السطح اللي هو الروب 4 للروب 9 في عندنا تو بيرفكت داي الكتريكس، في مادتين عازلتين، تمام كده؟ الابسلون ار 1 مديهالك ب2 والابسلون ار 2 مديهالك ب5. طيب الماده الاولانيه والثانيه موجودين فين هنا؟ قال لك من صفر لحد الباي على الاثنين، الفاي من صفر لحد الباي على الاثنين، فين الفاي؟ اللي هو الدوران بتاعنا ده. فبالتالي لو افترضنا ان دي البدايه دي كده عند الفاي بصفر لحد الباي على الاثنين يعني 90 درجة، دي كلها كده المادة اللي هي ليها ابسلون ار بواحد او الابسلون ار واحد اللي هي باتنين. طيب ومن باي على الاثنين لحد الاثنين باي، من اول بقى الباي على الاثنين لحد الاثنين باي اللي هو بقية المادة بتاعتك، تمام؟ او بقية السمك ده المفروض ان هو ده الداي الكتريك ماتيريال التاني. يبقى الاحمر ده الداي الكتريك ماتيريال اللي هي بي 2، والاصفر ده الداي الكتريك ماتيريال
اللي هي بخمسة. طيب هو بيقول لي ايه بقى هنا؟ طبعا واضح ان السطح اللي هيفصل مادتين عن بعض ده يا شباب انه سطح، طبعا السطح بتاعنا ده اللي هو خارج من نقطة الاوريجين ماشي كده، ده اسمه اتجاه الايرو. طيب مين بقى السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض ده؟ هو ده السطح بتاع الرو بتاعنا. واضح يا شباب؟ يبقى السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض هو ده اللي احنا بنسميه الرو سيرفس. طيب هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لك الاي واحد بتساوي 2000 على رو في اتجاه الايرو، يعني المجال بتاعنا اللي موجود في الماده رقم واحد في اتجاه الايرو اساسا، يعني المجال اللي موجود في الماده الحمراء دي، المجال ده ماشي ازاي يا شباب؟ ماشي بيمس السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض. تمام، لو المجال بتاعنا يا شباب كان هيخترق، يعني بيدور كده، المجال بتاعنا لو بيدور كده فمين اتجاه الدوران ده؟ ده اتجاه الاي فار. طيب ولو اتجاه المجال طالع لفوق كده ده اتجاه الاي زد، انما المجال بتاعنا بيتنقل من الوسط اللي هو الرو ب4 رايح للوسط اللي هو الرو ب9، المتجه ده اللي احنا سميناه متجه الايه؟ رو. يبقى بالتالي المجال بتاعنا اللي هو الاي واحد ده بيمس السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض. تمام كده؟ يبقى الاي واحد اللي احنا عارفين ان هي بتساوي المفروض الاي ان واحد زائد الاي تي واحد اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه كمتجهات، المفروض ان هي بتساوي الاي ان واحد زائد الاي تي واحد. السطح اللي هيفصل لك مادتين عن بعض هو السطح الرو، يبقى بالتالي مركبه الاي الاي تي واحد هي مركبه ال 20 اللي في اتجاه الايرو اللي هي سوري ال 2 تمام على الرو في اتجاه الايرو. طب مركبه الاي ان ملهاش وجود، تمام، لان مفيش مركبه هتخترق السطح ده في اتجاه الفاي. هل المجال بتاعك الاي واحد ده ليه مركبه في اتجاه الاي فاي؟ لا، وبالتالي مركبه الاي ان واحد مش موجود. يبقى بما ان الاي ان واحد بتساوي صفر، وبالتالي هيكون الدي ان واحد بتساوي صفر، وبالتبعيه الدي ان اتنين بتساوي صفر. يبقى كل مركبات النورمال بالتالي اللي هي حتى الاي ان اتنين هتساوي صفر، لان الاي ان واحد منها هجيب الدي ان واحد، والاي ان اتنين هجيبها من الدي ان اتنين. وبما ان اصلا الاي ان واحد بتساوي صفر، فكل القيم دي بتساوي صفر. تمام يا شباب؟ يبقى الاي واحد اللي هو مديها لك على طول كلها هتساوي الاي تي واحد، يبقى الاي تي واحد بتساوي 2000 على الار سكوير اللي هي الرو سوري، تمام، 2000 على الرو في اتجاه الايه؟ رو. طيب هي دي الاي تي واحد، وبالتالي نفس الكلام بالنسبه للاي تي اتنين. طيب الاي اتنين بقى بتساوي ايه؟ بتساوي الاي المفروض دي رو سوري يا شباب، تمام، ودي رو برضه. الـ E2 بتساوي إيه بقى دلوقتي؟ الـ E2 بتساوي الـ EN2 زائد الـ ET2. إحنا لسه قايلين من شوية إن الـ EN2 بتساوي كام؟ بتساوي صفر، يبقى الترم ده برضو مش موجود. يبقى مركبة الـ E2 هي الـ ET2 اللي هي هتساوي 2000 على رو في اتجاه الـ A رو. يبقى إحنا كده حسبنا الـ E2 ما فيهاش مشكلة. بيقول لك بقى احسب لنا التوتال إلكتروستاتيك إنرجي ستورد إن 1 متر لينث أوف إيتش ريجون. عايزك تحسب الإنرجي ستورد، الإلكتروستاتيك إنرجي ستورد. تمام يا شباب؟ طيب الانرجي ستورد بتاعتنا اللي هي الانرجي دينستي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه، بتساوي نص الابسلون نوت في الابسلون ار واحد في الاي واحد سكوير لو انتوا فاكرين. دي كانت الانرجي دينستي في الريجن رقم واحد. هو مش عايز الانرجي دينستي، عايز التوتال انرجي ستورد. الانرجي دينستي دي جول لكل متر مكعب، وبالتالي هحتاج ان انا اروح اعمل لها تريبل انتجرال علشان المتر المكعب ده يروح فين؟ يطير. عشان اكمل بالنسبه للفوليوم بتاعنا لازم اكون عارف التكامل بتاعي او الدايمنشن بتاعتي اللي انا هكمل بالنسبه له. لو انا شغال كارتيزيان يا شباب، فبالتالي كنت هاخد شريحه دي اكس وشريحه دي واي وشريحه دي زد، يبقى انا كده بكمل بالنسبه للفوليوم بتاعنا في الكارتيزيان. طيب لو انا شغال في السلندريكال، قلنا قبل كده ان الرو هاخد شريحه منه هيكون اسمها دي رو، الزد بتاعتي هاخد شريحه هيكون اسمها دي زد، والفاي ما ينفعش اخد شريحه اسمها دي فاي بس، لازم اخد نص القطر اللي بيرسم الفاي ده اللي هو الرو بتاعنا، يبقى الشريحه اسمها رو دي فاي. يبقى حدود التكامل بتاعتك اللي هي التكامل الثلاثي هتبقى دي رو دي فاي دي زد. تمام يا شباب؟ يبقى ادي الدي رو، الرو دي مع الدي فاي اللي هنا، وادي الدي زد. دي حدود التكامل بتاعت او دي اللي هي المتغير
الفاريابلز بتاعت الإحداثيات الأسطوانية. طيب أنا هكامل بالنسبة لمين يا شباب؟ هي المفروض المعادلة دي فيها 2000 على رو، يعني هنا في رو بس مش رو سكوير، تمام؟ دي غلطة، غلطة مني في النقل تقريبا. طيب يعني فالمفروض دي رو بس، دي رو مش رو سكوير، ودي برضو رو مش رو سكوير، تمام؟ أو هي في السؤال رو سكوير بقى، يبقى هي دي غلط في السؤال، المفروض إن هنا في رو سكوير، فبالتالي دي رو سكوير، دي غلطة في السؤال يا شباب، 2000 على رو سكوير مش رو بس. فبالتالي هاجي هنا اشتغل عادي خالص، اللي هو نص الابسلون نود، الابسلون نود معانا اهي، في الابسلون ار واحد، كان هو في السؤال قال لك ان الابسلون ار واحد هنا بتساوي 2، يبقى بالتالي الابسلون ار واحد ادي بتساوي 2 اهي في الابسلون نود، في الاي واحد، الاي واحد هي السكوير جت من هنا، سوري هي لا لا صح مظبوط كده، يبقى الرو سكوير السكوير بتاعتك دي اللي هي اللي موجوده على الرو جت نتيجه ان احنا ربعنا الاي واحد، يبقى هنا المفروض ان الترم ده ما فيش هنا سكوير ولا هنا فيه سكوير، لكن لما هاجي اربع بعد كده هلاقي ان الرو اتربعت معايا، يعني الجزء ده كده اتربعت 2000 سكوير على الرو سكوير نتيجة ان انا بقول الاي واحد سكوير. المهم انا عرفت الترم ده خلاص كده جه منين، وعرفت المتغير اللي انا هكمل بالنسبة له، طبعا الرو ده هيطير مع السكوير اللي في المقام، هيتبقى لك هنا 2000 سكوير على الرو. طبعا 2000 سكوير في الابسلون نود في الاثنين في النص دي كلها ارقام ثابته، هيبقى لك هنا الدي رو هنكمل بالنسبه للرو، وبالنسبه لك بعد كده كل اللي قدام ده هيبقى رقم ثابت هنكمله بالنسبه للفاي، وبرده هيبقى رقم ثابت لما اجي اكمله بالنسبه للزد. طيب حدود التكامل بتاعتنا، طبعا بالنسبه للرو هو قال لك في البدايه ان احنا بنتكلم على منطقه محصوره ما بين الرو ب4 والرو ب9، يبقى بالتالي حدود التكامل بالنسبه للرو من 4 ل9. طيب بالنسبه للفاي، بالنسبة للفاي في المنطقة رقم واحد قال لك إن الفاي بتاعتك من صفر الباي على الاتنين، يبقى عرفنا الفاي بتاعتنا من صفر الباي على الاتنين. طيب بالنسبة للزد، الزد ده المفروض إن هو طول الكابل بتاعك، طول الكابل أو طول الأسطوانة، هو ما ادانيش أي سير عنه، لكن هو قال لك احسب لنا إيه بقى؟ احسب لنا لكل 1 متر لينس من الأسطوانة دي، وبالتالي الزد بتاعتك هتبقى من صفر لحد الواحد. طبعا هنكمل الراجل ده هيطلع لنا هنا على طول إيه بقى؟ بالجول وليس الجول لكل متر مكعب. نفس الكلام هنعمله بالنسبه للريجون رقم 2، نص الابسلون نود في الابسلون ار 2 في الاي 2 سكوير اللي هي ال 2000 سكوير على الرو سكوير بنفس الفاريشن بتاعتنا او الفاريبلز بتاعتنا اللي هي الرو دي رو في الدي فاي في الدي زد. طبعا هنا برضو نفس الكلام بالنسبه للرو من 4 ل 9، الفاي بتاعتك هتبقى من باي على الاثنين بقى لحد بقيه الدوران بتاعنا اللي هم الاثنين باي، والدي زد نفس الكلام من صفر لحد الواحد. دي الريجون، دي الانرجي ستورد في الريجون رقم 1، ودي الانرجي ستورد في الريجون رقم 2. طيب واضح طبعا ان لما قيمه الابسلون ار بتتغير بتزيد قيمه الستورد انرجي بتزيد، تمام يا شباب؟ الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن الكاباستنس. الكاباستنس معناها سعه او سعه المكثف، الاليمنت نفسه اسمه كاباستور زي المقاومه كده الريزيستور، القيمه بتاعه المقاومه بيتقال عليها ريزيستنس. برضو عندنا في الاندكتور اللي هو الملف، السعة بتاعته اللي احنا بنقول عليها الاندكتنس، نفس الكلام عندنا الكاباستور اللي هو المكثف والسعة بتاعته بنقول عليها الكاباستنس. طيب المكثف ده عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن ان انا عندي تو داي الكتريك سوري تو تو بليتس، لوحين اللي هو اللوح اللي هو اللبني ده واللوح اللبني التاني ده، دول تو بليتس، التو بليتس دولت بينهم داي الكتريك ماتيريال او بينهم مادة عازلة، تمام؟ اللوحين دول بمجرد وجودهم في الطبيعه كده بيخلي لي الشكل ده بيطلق عليه كاباستور او مكثف. قيمه السي او السعه بتاعته الكاباستنس بتاعته بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ب ايبسلون نوت في الايبسلون ار، قيمه الايبسلون ار بتاعت الداي الكتريك ماتيريال اللي موجوده هنا اللي هي بتتغير من ماده للثانيه، في الاريا، الاريا دي اللي هي الاي اللي هي الاريا بتاعت التو بليتس، طبعا كل بليت فيهم او كل لوح فيهم المفروض ان هو ليه مساحه، فبالتالي انت عندك مساحه كده وعندك مساحه كده، لو في واحده فيهم اكبر من الثانيه باخد الكومن اريا او المساحه المشتركه اللي هي اكيد بتكون المساحه الصغيره. طبعا في الغالب بيكون التو بليت نفس الاريا، باخد الاريا بتاعتي اللي هي الاريا بتاعت واحد فيهم. طبعا يفضل هنا يكون الداي الكتريك ماتيريال اللي موجوده في النص مش هواء، لان لو هواء من اي حركه او من اي حاجه سهل ان التو بليت لو المكثف اتخبط التوبليتس يخبطوا في بعض، وبالتالي بقت ماده موصله ما بقتش ماده عازله.
وبالتالي هو ما بقاش مكثف اساسا، وبالتالي في الغالب بيكون الداي الكتريك ماتيريال اللي هنا هو طبعا الهواء ماده عازله، ولكن بيكون ماده محسوسه، ماده ليها فوليوم. تمام يا شباب؟ طيب يبقى السي بتساوي ايبسلون نوت في الايبسلون ار في الاري على الدي. الدي اللي هي المسافه بين التو بليتس، اللي هي في الاخر خالص برضو ممكن نقول عليها سمك الماده العازله. طيب الساعه بتاعت المكثف ده اللي هي السي، القيمه بتاعتها او اليونت بتاعتها فرد. بيقول لك بقى المكثف بتاعنا ده، لو انا جيت وصلت البليت الاولاني ده على قطب موجب لبطاريه، والبليت الثاني على قطب سالب لبطاريه، هيخرج طبعا تيار من هنا المفروض، ولكن التيار مش هيمر لان فيه هنا ماده عازله، وبالتالي هيبدا يتراكم هنا شحنات موجبه، ويبدا يتراكم هنا شحنات سالبه. طيب طبعا تراكم الشحنات اللي هي معدل الشحنات في البدايه ما كانش فيه شحنات، بعد كده الشحنات دي مع الوقت عماله تزيد، فبالتالي في عندنا معدل تغير الشحنات ده او معدل زياده الشحنات ده بالنسبه للزمن، ده اللي احنا بنطلق عليه حاجه اسمها تيار الازاحه او الديسبيسمنت كارنت، هنتكلم عنه قدام شويه. طيب فبالتالي هنا الشحنات الموجبه دي هتتراكم، والشحنات السالبه هنا هتتراكم، طبعا دي هيبقى اسمها موجب كيو، ودي اسمها نيجاتيف كيو. هنيجي نقسم الكيو دي على الاريا بتاعت البليت ده، فهيدينا هنا الرو اس اللي هي كثافه الشحنات اللي على السطح ده، والمفروض ان نفس الشحنات دي بنفس القيمه هتتراكم على الناحيه الثانيه او على البليت الثاني، ولكن قيمه الشحنات دي سالبه، فهيدي لك نيجاتيف الرو اس. طبعا لما اجي احسب المجال الكهربي اللي جاي من تو كارنت شيتس في الجزء اللي هو بتاع كولوم، هلاقي ان هنا مفيش مجال كهربي وهنا مفيش مجال كهربي، انما بين التو بليت هيكون ده المكان الوحيد اللي فيه الكتريك فيلد انتنستي او فيه شده مجال كهربي. المجال الكهربي ده هيكون موجود فين؟ هيكون متسلط على الداي الكتريك ماتيريال. وبما ان هيكون في عندك داي الكتريك ماتيريال متعرضه لمجال كهربي، هيحصل لها استقطاب، هيحصل لها بولاريزيشن، او هيبقى فيها بولاريزيشن، هيبقى في جواها حاجه اسمها انرجي ستورد. اول حاجه الالكتريك فيلد انتنستي اللي هيكون متعرض للداي الكتريك ماتيريال ممكن احسبه من خلال الفي اللي هو فرق الجهد بين التو بليتس على السمك بتاع الماده العازله، يبقى الفي على الدي اللي هو في الاخر خالص فولت على متر. طيب قيمه الشحنات اللي هتتراكم هنا وهتتراكم هنا ممكن احسبها من خلال علاقة بتقول لك إن الكيو بتساوي سعة المكثف في الفي اللي هو فرق الجهد بين أطرافه، يبقى الكيو هتساوي السي في الفي. طيب الإنرجي ستورد اللي إحنا إتكلمنا عنها من شوية بقى بتتحسب إزاي بالنسبة للمكثف؟ قال لك بتساوي نص الكيو في الفي. تمام؟ طيب إحنا في عندنا علاقة بتقول لك إن الكيو بتساوي السي في الفي، وبالتالي ممكن أشيل الكيو أحط مكانها سي في في، يبقى اسمها سي في 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 اللي هي بقت سي في الفي سكوير، وأدي النص زي ما هو بره. يبقى ده قانون تاني. ممكن استخدم القانون اللي كنت بحل بيه من شويه اللي هو الابسلون نوت في الابسلون ار في الاي سكوير، بس ده الانرجي دينستي اللي هي جول على متر مكعب، وبالتالي كان لازم ان انا اكامله بالنسبه للفوليوم اللي هو التكامل الثلاثي علشان يروح مدي لك قيمه الانرجي ستورد اللي هي بالجول فقط. تمام يا شباب؟ طيب يبقى دلوقتي خلاص عرفنا المكثف بتاعنا شكله عامل ازاي، بنحسب الانرجي ستورد اللي موجوده فيه ازاي، وبنحسب العلاقه ما بين شحنته والسعه بتاعته وفرق الجهد بين اطرافه ازاي. شكل المكثف بتاعنا في الدائره الكهربيه بيكون بالشكل ده، عباره عن لوحين كده الطريقه اللي هي قدامك دي. قال لك بقى المكثفات دي، لو انا عندي مكثف او كذا مكثف ممكن اوصل المكثفات دي توالي مع بعضها او توازي زيها زي الملف وزيها زي المقاومه. طيب لو انا عندي مكثف اسمه سي 1 ومكثف اسمه سي 2 ومكثف اسمه سي 3، دول كده متوصلين مع بعض توالي. عرفت منين؟ لو حطيت عليهم بطارية هلاقي إن كل مكثف فيهم هيكون فيه فرق جهد ما بين أطرافه، أو بمعنى تاني إن البطارية بتاعتي قدرتها هتتوزع على التلات مكثفات، فهيكون فيه هنا في واحد، وهيكون فيه هنا في اتنين، وهيكون فيه هنا في تلاتة. الفي واحد زائد الفي اتنين زائد الفي تلاتة هما الفي التوتال اللي هنا، وبالتالي حصل فولتج ديفايدر، إن الفولت بتاعي اتقسم أو فولتج ديفيشن. طيب لو حبيت أحسب السي المكافئ للمكثفات دي كلها، الايكوفلنت كاباسيتنس بتاعت الشكل ده، لو هم سيريز بحسبها عكس المقاومات، وبالتالي بقت واحد على سي على سي توتال تساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة. تمام؟ طيب او لو هم اتنين بس ممكن اقول ان السي توتال هتساوي حاصل ضربهم على حاصل مجموعهم. طيب لو حبيت احسب قيمة الجهد اللي موجود على كل مكثف فيهم، يعني حبيت احسب الفي واحد او الفي اتنين او تلاتة، قال لك خلاص احنا عارفين ان الكيو توتال هتساوي الكيو واحد بتساوي الكيو اتنين، لان طبعا الكيو توتال اللي هتمشي من هنا كيو اللي هي كانها في تيار كهربي، فالتيار هيمر
المكثف الاولاني هو اللي هيمر في الثاني هو اللي هيمر في الثالث. هو طبعا فعليا مفيش تيار بيمر، ولكن الشحنه اللي هتكون موجوده هنا هتتراكم هنا، هي الشحنه هنا هي نفس الشحنه اللي هنا، وبالتالي كيو توتال اللي هي هتساوي السي واحد في السي اتنين على السي واحد زائد السي اتنين. تمام شباب، احنا عارفين ان كيو بتساوي السي في الفي، وبالتالي كيو توتال هتساوي السي توتال في الفي توتال. ادي الفي توتال اهي، والسي توتال اللي هي حاصل ضربهم على حاصل مجموعهم هتساوي الكيو واحد اللي هي هتساوي السي واحد في الفي واحد، هتساوي الكيو اتنين اللي هي السي اتنين في الفي اتنين. طبعا من خلال العلاقات اللي هي قدامك دي، لو حبيت احسب الفي واحد فبالتالي هطير السي واحد من هنا مع السي واحد من هنا، يبقى الفي واحد هتساوي اتبقى فوق سي اتنين، سي اتنين اهي في في توتال على سي واحد زائد سي اتنين. يبقى لو حبيت احسب الجهد اللي على المكثف رقم واحد هضرب فيه السي اتنين على سي واحد زائد سي اتنين، طبعا الناتج ده في الفي توتال. طب لو حبيت احسب الجهد اللي على المكثف الثاني، يبقى هضرب الجهد الكلي في المكثف البعيد عن اللي انا بحسب عنه اللي هو السي واحد على حاصل مجموع المكثفات. طيب ده لو انا وصلت المكثفات توازي. طب لو وصلت المكثفات توازي بالشكل ده كده زيها زي المقاومات، ادي السي واحد السي اتنين السي تلاته، طبعا السي توتال هي حاصل مجموعهم عكس المقاومات، الفي توتال هي الفي واحد بتساوي الفي اتنين بتساوي الفي تلاته، انما كيو توتال بتساوي كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاته. اللي فات ده كان عندي مجموعه مكثفات وصلتها بشكل معين، انما انا هنا بتكلم على ان انا يكون عندي نفس المكثف هو مكثف واحد، بس الداي الكتريك ماتيريال اللي جوه بدات العب فيها، يعني انا في الاخر عندي تو بليتس انما غيرت في تكوينه الداي الكتريك ماتيريال اللي موجوده جوه هنا. تمام يا شباب؟ طيب تغييره الداي الكتريك ماتيريال اللي موجوده هنا من خلالها اقدر اقسم المكثفات دي لمكثفات توالي او مكثفات توازي. ازاي يا شباب؟ قال لك لو احنا قسمنا سمك الماده العازله بالشكل ده كده، هنا ده البليت الاولاني ده البليت الثاني، قسمت سمك الماده العازله اللي بينهم بالشكل ده، يعني خليت هنا في عندك حاجه اسمها دي واحد وحاجه اسمها دي اتنين اللي هي بالازرق وبالاحمر، التقسيمه دي كده هتتحول لي الشكل اللي قدامك ده. يبقى هنا احنا قسمنا سمك الماده العازله، واضح يا شباب؟ طيب انما احنا واخدين الاريا بتاعت كل بليت، يعني الاريا بتاعت كل ماده عازله هي هي نفس الاريا بتاعت البليت اللي هي ايه بتمسه او مماسيه ليه، واضح يا شباب؟ طيب يبقى الشكل ده كده تقسيمه سمك الماده العازله هيحولها لك لمكثفات توالي. طيب لو انا عايز اعمل نفس المكثف بس اوصله توازي، هخلي المادتين ليهم نفس السمك، ولكن التو بليت بتوعي هقسم الاريا بتاعتهم على الايه؟ على المكثفات بتاعتك، هيبقى في هنا ماده فوق وهيبقى في هنا ماده تحت. التقسيمه دي كده يا شباب بالشكل ده كده هي هي الشكل اللي قدام اللي هو المكثفات الايه؟ التوازي مع بعض. لو انت عايز تفهمها بشكل تاني، لو انا جيت وصلت بطاريه هنا القطب الموجب بتاعها وهنا القطب السالب، واضح طبعا ان فرق الجهد ما بين البطاريه دي او اللي على اطراف البطاريه ما بين هنا وهنا هيتقسم، لان هيبقى في جزء هنا اللي هو في الحته دي اللي اسمه الفي 2 بالاخضر، وجزء تاني هنا هيكون اسمه الفي 1 اللي هو في الماده دي. انما هنا واضح ان ما بين النقطه دي والنقطه دي اللي هي الماده اللي فوق، الماده اللي فوق بتمس الجهد الجزء ده من البطاريه، ومن هنا بتمس الجزء الثاني او السالب بتاع البطاريه، ونفس الكلام في الماده اللي تحت، وبالتالي الجهد ثابت في او الجهد في الماده اللي فوق هو هو الجهد في الماده اللي تحت. يبقى في الحاله دي نقدر نقول ان الماده اللي فوق والماده اللي تحت ليهم نفس الفولت، يعني المادتين في الاخر توازي. تمام يا شباب؟ يبقى هنا سمك الماده العازله ثابت بالنسبه للمادتين. الشكل ده كده يعمل لك مكثفات توازي مع بعضها. طيب تعال نشوف السؤال ده. السؤال ده جه في احد السنين، كان 2015 على ما اتذكر. بيقول لك هنا ليت الاس، الاس اللي هي عندنا زيها زي الاريا، فبيقول لك ليت الاريا او الاس بتساوي 100 ملي متر مربع. الاريا 100 ملي متر مربع اللي هي الاريا بتاعت التو بليتس او واحد فيهم، يعني الاريا بتاعته 100 ملي متر مربع. سمك الماده العازله او المسافه اللي بين التو بليت ب 3 ملي، والابسلون ار بتساوي 12 فور بارلل بليت كاباستور. بارلل بليت كاباستور اللي هو المكثف اللي عباره عن فيه لوحين بارلل لبعض. تمام، طبعا في انواع ثانيه من المكثفات ولكن مالناش دعوه بيها، كلامنا كله عن البارلل بليت كاباستور. يقول لك هنا ايه بقى؟ يقول لك اول حاجه احسب لنا الكاباستنس بتاعت المكثف ده، احسب لنا السعه بتاعته. طب السعه بتاعت المكثف بتساوي ايه؟ ابسلون نود في ابسلون ار في الاريا على الدي. الابسلون نود الرقم ثابت، الابسلون ار هو مديها لك بكام؟ مديها لك ب 12. طيب
الاريا بتاعتك، الاريا اللي هي الاس بتاعتنا بكام؟ ب 100 مللي متر مربع. يبقى 100 في 10 اس سالب 6 الملي، والملي خلي بالك ماله، المفروض ان احنا الملي اس سالب 3 مللي متر مربع، يبقى في 2 او التربيع يعني، فيبقى 10 اس سالب 6 على الدي اللي هو سمك الماده العازله اللي هم ال 3 مللي، يبقى 3 في 10 اس سالب 3. طبعا هنحسب الكلام ده هيطلع لك في 10 اس سالب 12 اللي هي البيكو فاراد. طيب بعد ما حسبنا السين بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك after connecting a 6 فولت battery across the capacitor calculate the E, the D, the Q and the total stored electrostatic energy. جه هنا بيقول لك ان التوبلت بتوعنا دولت جينا رحنا موصلين عليهم بطاريه هنا كده. البطاريه دي قيمتها 6 فولت. احسب لنا قيمه الاي الالكتريك فيلد انتنستي اللي موجود في الداي الكتريك ماتيريال اللي موجوده هنا. طبعا سمك الماده العازله بتاعتنا دي كان 3 لو انتوا فاكرين اللي هو الدي. طيب الالكتريك فيلد انتنستي زي ما احنا قلنا قبل كده الاي بتساوي ايه؟ الاي المفروض ان هي فولت على متر، فبالتالي انا مسلط 6 فولت على مساحه على حته طولها 3 مللي، يبقى هيساوي الفي على الدي اللي هي تساوي 6 على 3 في 10 اس سالب 3. يبقى الفي على الدي اللي هي 6 على 3 في 10 اس سالب 3 طلعت ب 2000 فولت لكل متر. طب احنا عارفين ان الدي بيساوي ايبسلون نوت في ايبسلون ار في الاي. معنى الايبسلون ار والاي لسه حاسبينها من شويه، رحنا حاسبين قيمه الدي. طيب جه بعد كده قال لك احسب لنا الكيو. الكيو بتساوي ايه يا شباب؟ احنا عارفين ان الكيو المفروض ان هي هتساوي الدي بتاعتك كولوم الدي كولوم على المتر المربع، وبالتالي الدي بتاعتنا يا شباب هضربها في الاريا اللي هي المتر المربع، تمام، اللي هي الاريا بتاعت البليتس بتاعتي، فراح مدي لك قيمه الشحنات اللي هتتراكم عليه. احنا عندنا البليت ده المفروض ان انا حسبت قيمه الدي اللي عليه، كثافه الفيض اللي عليه، تمام، اللي هي الكولوم على المتر المربع اللي عليه، تمام، اللي هي الدي الحته دي. لما اجي اضرب الكولوم على المتر المربع اللي هي الدي في المساحه بتاعت البليت ده، هيروح مديني قيمه الكيو اللي اتراكمت عليه من البطاريه بتاعتي، يبقى بيساوي الكيو هيساوي الدي في الاري، او من خلال العلاقه الثانيه ان الكيو بتساوي السي في الفي. السي حسبناها في الخطوه الاولانيه والفي معانا 6 فولت، هنعوض فيهم تعويض مباشر، يروح مدي لك قيمه الكيو بتاعتك 21 بيكو كولوم. عايز يحسب الستورد انرجي، قلنا الستورد انرجي نص السي في الفي سكوير او نص الكيو في الفي او اي قانون انت عايز تحسب بيه، برضه هنحسب باستخدام القانون ده، رحنا مطلعينها 63 بيكو جول. طيب جه بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بعد ما حسبنا الستورد انرجي وكل المطالب، بيقول لك with the source still connected، يعني السورس بتاعنا ده اللي هم ال 6 فولت باتري لسه زي ما هم موجودين على التوبليت، يعني التوبليت متعرضين للبطاريه قيمتها 6 فولت. ولكن the dielectric is carefully withdrawn from between the plates. هنا رحنا ساحبين الدايلكتريك ماتيريال اللي بين اللوحين. يعني ال 6 فولت الاول كانوا متعرضين لدايلكتريك ماتيريال الابسلون ار بتاعتها بتساوي 12. اهي. يعني كان عندنا ابسلون ار الاول ب 12. هنا رحنا ساحبين الدايلكتريك ماتيريال، فبقى مكان الدايلكتريك ماتيريال عندي ايه؟ عندي هواء. يعني الابسلون ار اتغيرت بدل ما كانت 12 بقت بكام؟ بقت بواحد. تمام؟ هو بيقول لي ايه بقى؟ With the dielectric gun ال dielectric material راحت recalculate ال E ال D ال Q and the energy stored in the capacitor. عيد اللي احنا حسبناه تاني ده بقى بعد ما شلنا ال dielectric material. طيب أول حاجة بالنسبة لل E، ال E بتاعتنا في الخطوة الأولانية كانت بتساوي ال V على ال D. طبعا أنا هنا لا في إبسلون R ولا في أي حاجة. يبقى الاي في الخطوه الجديده هو نفس الاي في الخطوه اللي فاتت، فبيقول لك هنا ان الاي في على الدي هيفضل ماله؟ ريمينز ذا سيم، هيفضل زي ما هو ب 2000 فولت. طيب الدي بتساوي ابسلون نوت في ابسلون ار اللي هي بواحد في الاي، وبالتالي القيمه دي هتقل عن القيمه اللي هناك. القيمه لما جينا حسبنا هنا طلعت بكام؟ 21 من 100 مايكرو جول، هنا بقت بكام؟ 17 ولكن نانو جول، وبالتالي اقل نانو كولوم، سوري نانو كولوم. تمام يا شباب؟ طيب يبقى الدي هتقل. طيب الكيو، الكيو بيساوي الدي في الاريا، برضو الدي قلت، يبقى ايه اللي هيحصل للكيو؟ هتقل هي كمان. طيب
برضو ممكن نحسبها باستخدام السي في الفي، ولكن خلي بالك ان السي ابسلون نود في ابسلون ار، ابسلون ار بقت بكام؟ بقت بواحد، تمام، في الاريا على الدي، وبالتالي ما ينفعش نستخدم القيمه اللي احنا حسبناها في الاول خالص. ليه؟ لان الابسلون ار هنا مالها؟ كانت الاول ب 12، بقت بكام دلوقتي؟ بقت بواحد، فالقيمه دي مش هينفع ان انا احسبها، لازم احسبها من اول وجديد. طيب بعد ما حسبنا الكيو هنحسب الستورد انرجي. الستورد انرجي طبعا بما ان الكيو هيقل يبقى الستورد انرجي هي كمان مالها؟ هتقل. هنا كانت بخمسة واربعة من عشرة بيكو جول، في المثال اللي فات او في الفقره اللي فاتت كانت 63 بيكو جول. بيقول لي ايه بقى بعد كده؟ بيقول لي if the charge and the energy found in part C are less than the values found in part B which you should have discovered، اللي انت اكيد لاحظتها. يعني احنا لاحظنا ان في الخطوه رقم C او في الخطوه اللي فاتت دي قيمه ال Q وال stored energy قلوا عن الخطوه اللي فاتت، قلوا عن اللي احنا حسبناه في المطلوب رقم B. هو بيقول لك هنا بقى what became of the missing charge and energy، ايه اللي حصل للميسنج تشارج والانرجي، الانرجي اللي نقصت دي والتشارج اللي نقصت دي راحوا فين؟ طبعا بما ان البطاريه بتاعتي لسه متوصله فبالتالي هيرجعوا للبطاريه، يعني كان المكثف شحن البطاريه مره ثانيه. تمام يا شباب؟ طبعا الكلام ده where the friction is removing in removing the dielectric materials is neglected، يعني الستورد انرجي والكيو دي لو انا بهمل الفريكشن وانا بشيل الدايلكتريك ماتيريال فبالتالي هيبقى الداي الكتريك ماتيريال دي كل الانرجي اللي فيها او الانرجي الميسنج دي كلها رجعت البطاريه. تمام؟ انما لو حسبت الفريكشنز والحاجات دي كلها يبقى في جزء هيعمل للبطاريه وجزء هيروح في الفريكشن. طب المثال اللي بعد كده، المثال ده برضه جه في احد الامتحانات بتاعت الميد ترمات. بيقول لك هنا ان اير فيلد بارلل بليت كاباستور. ايه الاير فيلد بارلل بليت كاباستور؟ هو عباره عن بارلل بليت كاباستور عادي، ولكن الداي الكتريك ماتيريال اللي هنا عباره عن هواء، يعني الابسلون ار بواحد. هو بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لي هنا with plate separation d، المسافه بين التو بليت بd، تمام، and the plate area is a. بيقول لك ان المكثف ده is connected to a battery that applies a voltage v node between the plates، يعني بين التو بليتس بتوعنا موصلين بطاريه، البطاريه دي قيمتها v node، الاريا بتاعت التو بليتس بa والمسافه اللي بينهم بدي. واضح يا شباب؟ طيب هو بيقول لك هنا with the battery left connected the plates are moved apart to a distance of 10 دي، يعني سيبنا البطاريه زي ما هي متوصله لكن كبرنا المسافه بين اللوحين، بدل ما كانت دي بقت 10 دي. بيقول لك ايه بقى ايه هنا المطلوب؟ determine by what factor each of the following quantities changes، احسب لنا الفاكتور او المقدار اللي هيحصل فيه تغير للقيم الايه اللي جايه دي، اللي هي الفي نود والسي والاي والدي والكيو والرو اس والستورد انرجي او الانرجي دنسيتي. طيب اول حاجه، هل احنا شلنا البطاريه اللي بين اللوحين؟ لا، وبالتالي قيمتها مش هتتغير. تتغير ليه؟ يبقى الفي نود اللي هي الباتري بتاعتك ستيل كونكتد سو ريمينز ذا سيم، هتفضل زي ما هي. لما نيجي نحسب بقى السي اللي هو المكثف بتاعنا، السي بيساوي السي رقم واحد او السي في الحاله رقم واحد بيساوي ابسلون نود في الاي على الدي. طب السي في الحاله رقم اتنين ابسلون نود في الاي على 10 دي، وبالتالي لما نيجي نحسب النسبه ما بينهم سي 2 على السي 1، ولازم تتحسب بالشكل ده سي 2 على السي 1 عشان احسب المقدار بتاع التغيير اللي هو الفاكتور اللي هو بيتكلم عليه، وبالتالي هنقسم السي 2 على السي 1 هلاقي ان هي بتساوي الابسلون نود. طبعا هنقسم العلاقتين دول على بعض فهيطلع لك في الاخر ان السي 2 بتساوي السي 1 على 10، يعني عشر السي 1، وبالتالي قيمه السي 2 هتقل بمقدار 1 من 10 او هتوصل لمقدار 1 من 10 من قيمه السي 1. تمام يا شباب؟ طيب بالنسبه للاي، الاي 1 بيساوي الفي على الدي والاي 2 في على 10 دي، وبالتالي الاي 2 هتقل decreased by a factor of 1 من 10، يبقى هنضربها في 1 من 10، يعني كانك بتقول ان الاي 2 هتساوي 1 من 10 من قيمه مين؟ قيمه الاي في الحاله الاولانيه، وبالتالي هي هتقل بنسبه ال 1 من 10. طيب بالنسبه للدي، برضو الدي بتساوي الابسلون في الاي، بما ان ده هيقل بمقدار 1 من 10 يبقى اخينا ده هيقل بنفس النسبه. طيب الكيو، الكيو بتساوي السي في الفي، الفي ثابت ولكن السي احنا لسه حاسبينه هيقل، وبالتالي الكيو هو كمان ماله؟
هيقل بنفس الطريقة. طب بالنسبة للرؤس، الرؤس اللي هي الكيو، الشحنة اللي هتتراكم على التوبليت أو على البليت بتاعك، فبالتالي الرؤس هتساوي كيو على ال A. بما إن ال A اللي هو المساحة بتاعة البليت ثابتة، ولكن الكيو هيقل، وبالتالي الرؤس هو كمان هيقل. يبقى لازم نحسبها الرؤس 2 على الرؤس 1، يعني كل العلاقات دي هنحسب دي 2 ونحسب كيو 2 ونحسب كيو 1 ودي 1 ونقسم، هتبقى بنفس العلاقات دي. يعني لازم اقول له ان الدي 2 بيساوي كام من السي من الدي 1، كيو 2 كام من الكيو 1، وهكذا. تمام، برضو نفس الكلام، الرو اس 2 هتساوي قد ايه من الرو اس 1؟ هتساوي 1 من 10 من قيمه الرو اس 1، لازم تتكتب بالشكل ده يا شباب. تمام، طبعا الستورد انرجي بتساوي نص الكيو في الفي، نفس الكلام هنحسب الستورد انرجي رقم 2، هنحسب الستورد انرجي رقم 1 ونقسم الاثنين على بعض، فهلاقي ان الستورد انرجي بتساوي نص الكيو في الفي، ده هيقل، وبالتالي الستورد انرجي هي كمان هتقل. تمام يا شباب. جه في السؤال رقم 6 بيقول لك هنا ايه بقى، ريبيت البروبلم رقم 6.4، المساله اللي هي اللي فاتت دي. Assuming ان البطارية is disconnected before the plate separation is increased. عيد السؤال اللي احنا حللناه من شوية ده، ولكن افترض ان البطارية اتشالت او فصلناها قبل ما نزود المسافة بين التو بليت. طيب انت دلوقتي عندك تو بليت، تو بليت دولت ايه، تروح تشيل المادة العازلة، سوري تروح مكبر سمك المادة العازلة اللي بينهم، ولكن في نفس الوقت جيت رحت شايل البطارية اللي متوصل عليها. طب مش المكثف بتاعنا ده شحن شحنة؟ تمام، طيب أنا شلت البطارية، المفروض طالما أنت ما حطيتش أي حمل، يعني هنا المفروض لو أنا شلت البطارية وجيت هنا رحت موصل لمبة، إيه اللي هيحصل للمبة دي؟ المفروض إن هي هتاخد الشحنة بتاعت المكثف وتنور. أنا هنا ما جبتش سيرة اللمبة، وبالتالي المفروض إن المكثف بتاعنا هيحتفظ بقيمة الشحنة دي للأبد. تمام يا شباب؟ طيب ولكن طبعا ما فيش حاجة أيديال، وبالتالي هتيجي بعد فترة زمنية هتلاقي ان الشحنه دي هتقل مع الزمن، ولكن احنا هنفترض ان احنا شغالين في الايديال كيس، وبالتالي المفروض ان قيمه الكيو اولد اللي هي قبل ما كانت المسافه تزيد اللي هي عند الدي بدي هتساوي نفس الكيو بعد ما زودنا السمك بتاع الماده العازله ال 10 دي. يبقى اول حاجه هنبدا بيها ان الكيو اولد هي كيو نيو. تمام؟ طيب بعد كده هنخش في الرو اس. ليه؟ لان احنا عارفين ان الرو اس بتساوي الكيو على الاريا، الاريا بتاعتك ثابته، ولكن الكيو مالها؟ هي كمان ثابته برضه في الحته دي، يبقى الرو اس الجديده هي الرو اس القديم. طيب بعد كده هنيجي نحسب الدي، الدي بتساوي الرو اس، لان الراجل ده كولوم على متر مربع، واخينا ده هو كمان بنفس الايه؟ بنفس اليونت، يبقى الدي نيو هي الدي اولد. طيب تعالى نحسب الاي نيو، الاي نيو بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الدي نيو على الابسلون نوت في الابسلون ار. هنا الـ E ما ينفعش نقول إن هي هتساوي الـ V على الـ D. ليه؟ لأن أنا معرفش قيمة الـ V الجديدة بقت بكام. ده حاجة مهمة جدا. يعني إيه الكلام ده؟ قيمة فرق الجهد اللي بين اللوحين كان الأول فيه V نود. طيب أنا دلوقتي رحت مكبر المسافة، هل هيفضل ما بين الـ Two Blades نفس الـ V نود؟ الله أعلم. تعالى نشوف الفقرة اللي بعدها. فهنا مش هينفع أقول إن الـ E هتساوي الـ V على الـ D، لأن أنا أصلا معرفش الـ V الجديدة بكام، وبالتالي ما كانش ينفع ان انا استخدم العلاقه دي. امال هجيبها ازاي؟ هجيب الاي بدلاله الدي، احنا لسه حاسبين الدي من شويه، فاحنا عارفين ان الدي بتساوي الابسلون نوت في الابسلون ار في الاي، يبقى هنيجي نقول ان الاي هيساوي الدي على ابسلون نوت في الابسلون ار. طبعا الابسلون ار انا ما غيرتهاش ثابته، الدي نيو احنا لسه قايلين عليها هي الدي اولد، وبالتالي الالكتريك فيلد اللي هو شده المجال الكهربي بين اللوحين في الحاله الجديده هيبقى هو الالكتريك فيلد بتاع الحاله اللي فاتت. طب تعالى نبص للاي بقى، للفي سوري، الفي احنا عارفين ان هي بتساوي، احنا لسه قايلين بقى من شويه ان الاي بيساوي الفي على الدي. طيب تعالى ناخدها العكس بقى، يبقى الفي هيساوي الاي في الدي بالشكل ده. الاي ده ثابت، الفي كان دي بقى كام؟ بقى 10 دي، يبقى الاي الدي نيو زاد، يبقى ايه اللي هيحصل للفي؟ هيزيد، وبالتالي الفي بقى بيساوي 10 الفي القديم، وبالتالي فرق الجهد بين اللوحين رغم ان انا شايل البطاريه، ولكن لو الاول كان 6 فولت دلوقتي بقى 60 فولت. بعد كده هنيجي نحسب السي، السي بتساوي الابسلون نوت في الابسلون ار في الاريا على ال 10 دي. تمام، اللي هي دي كانت الاول دي اولد دلوقتي بقت 10 دي. طبعا كل حاجه ثابته، ولكن انا الدي زادت بقت دي بدل الدي بقت 10 دي،
يبقى لما المقام بتاعك يزيد ايه اللي هيحصل للسي الجديده؟ سي هتقل، يبقى السي نيو هتساوي السي اولد على 10، ده السي اولد وليس الاي اولد. تمام يا شباب؟ طيب بالنسبه للستورد انرجي الجديده بتساوي نص الكيو نيو في الفي نيو. تمام يا شباب؟ طبعا الكيو القديمه هي الكيو الجديده. تمام؟ والفي الجديده بتساوي 10 من الفي اولد، وبالتالي الفي هنا زاد، يبقى هيحصل ايه للستورد انرجي؟ هتزيد هي كمان. طبعا الكلام ده لازم زي ما قلنا لازم نحسب له السي 2 ولازم نحسب له السي 1 ونقسم السي 2 على السي 1 نحسب النسبه اللي هيحصل بيها التغير بتاعها. تمام شباب؟ دي الاجابه اللي الدكتور عايزها بالظبط. طيب اخر سؤال معانا هنا، السؤال ده سؤال رقم 7 في الشيت. طبعا انا كاتب جنب كل سؤال الرقم بتاعه في الشيت في الاديشن رقم 8 بتاع ويليام هايت. هنا بيقول لك عندنا لت الابسلون ار 1 بتساوي 2.5 في المسافه من صفر لحد في الواي من صفر لحد الواحد، وابسلون ار 2 ب4 من 1 ل 3، وابسلون ار 3 مش مديني قيمتها ولكن بيقول لك ان هي في الريجن رقم 3 اللي هي ما بين الواي ب3 للواي ب5. يبقى انا عندي هنا عند الواي بصفر لحد الواي ب1 دي كده ابسلون ار رقم 1، ما بين الواحد والثلاثه في ابسلون ار رقم 2، وما بين الثلاثة والخمسة في إبسلون آر رقم 3. تمام؟ اللي هم الثلاث مواد الأخضر والأحمر والأزرق. كل مادة بيهم دي إبسلون آر 1، يبقى ده هيعمل لك مكثف سي 1، ده الإبسلون آر 2 ده السي 2، ده الإبسلون آر 3 ده السي 3. طبعًا شكلهم بالشكل ده كده هيخليهم لك الثلاثة سيريز مع بعض. هو بيقول لك هنا إيه بقى؟ الكوندكتنج سيرفيس ار بريزنت ات الواي بتساوي صفر والواي بتساوي 5، يبقى عند الواي بصفر وعند الواي ب5 دول سطحين موصلين. تمام كده؟ هو بيقول لك احسب لنا الكاباستنس بير سكوير متر اوف سيرفيس اريا. تمام كده يا شباب؟ اف الريجن رقم 3 از اير، يعني الابسلون ار 3 بتساوي 1، و المطلوب رقم بي لما يكون الابسلون ار 3 بيساوي الابسلون ار 1، ولما يكون الابسلون ار 3 بيساوي الابسلون ار 2، واخر حاجه لما يكون الريجن رقم 3 دي سيلفر، وبالتالي لازم تكون عارف قيمه الابسلون ار بتاعت السيلفر بكام عشان تعوض بيها. طبعا هو في السؤال في لو جابوا لك في الامتحان غالبا هيجيب لك قيمه الابسلون ار بتاعت السيلفر، يعني مش لازم تكون حافظها. اول حاجه الشكل اللي قدامك ده دول ثلاث مكثفات توالي، يبقى السي التوتال بتاعتهم 1 على السي توتال بتساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. طيب السي 1 بتساوي ايه؟ ابسلون نوت في الابسلون ار 1 في، هو بيقول لك هنا ايه؟ بير سكوير متر، يعني الوحده الايه؟ وحده المساحات، يعني الاريا بتاعتك بواحد، وبالتالي الاريا هنا اللي هي اللي عوض عنها واحد، وبالتالي ادي الابسلون نوت في الابسلون ار 1 في الاي بواحد، ودي الماده الثانيه ودي الماده الثالثه وده السمك بتاع كل ماده فيه. بالنسبه لدي واحد اللي هي المسافة من صفر لواحد اللي هي بواحد، ودي اتنين اللي هي من واحد لتلاتة اللي هي باتنين، ودي تلاتة اللي هي برضو بنفس القيمة اللي هي باتنين، عشان كده عوض هنا بواحد واتنين واتنين. الابسلون ار واحد في السؤال الأولاني كان هو في السؤال ده، يعني هو قال لك إن الابسلون ار واحد بكام؟ باتنين ونص أهي، والابسلون ار اتنين قال لك إن هي بأربعة، والابسلون ار تلاتة سبعة، وبالتالي إحنا هنجيب السي توتال بدلالة الابسلون ار تلاتة. ونبدا بقى نشوف في كل مطلوب هو كان عايز الابسلون ار بكام ونعوض بيه. فاحنا هنجيب صيغه جنرال في الاخر نشوف الابسلون ار 3 بكام ونعوض بالقيمه اللي هو هيديها لنا. فهنا طبعا بعد ما نيجي نظبط الايكويشن دي كده هلاقي ان هي تطلع معايا ان السي التوتال بتاعت الشكل اللي فات بتساوي الكلام ده 5 في 10 اس سالب 3 بعد ما نوحد المقامات وظبط الدنيا وصلنا للمعادله دي. هو بيقول لك هنا بعد كده بقى هنا في المطلوب رقم ايه لما خلص ابسلون ار 3 بتساوي 1 هنعوض هنا عن الابسلون ار 3 ونحسب قيمه السي توتال بكام، فطلعت ب 3.5 نانو فراد. طب المطلوب رقم 2 لما خلى الابسلون ار 3 بتساوي الابسلون ار 2، يعني هيخلي الابسلون ار 3 بنفس قيمه الابسلون ار سوري في المطلوب رقم ايه الابسلون ار 3 بواحد لان هو خلاها هو. مطلوب رقم 2 خلى الابسلون ار 3 بالابسلون ار 1 اللي هي ب 2.5، مطلوب رقم سي خلاها بنفس قيمه الابسلون ار 2. يبقى اول حاجه في مطلوب رقم ايه هنعوض عن الابسلون ار 3 بتساوي 1، مطلوب رقم بي الابسلون ار 3 بنفس قيمه الابسلون ار 1 اللي هي ب 2.5،
المطلوب رقم سي هيخلي قيمة الإبسلون آر تلاتة بتساوي الإبسلون آر اتنين اللي هي مديها لك بكام؟ مديها لك بأربعة، تمام؟ وإن الإبسلون آر واحد سوري الإبسلون آر تلاتة هي الإبسلون آر كام؟ هي الإبسلون آر واحد. طبعا هنعوض بكل قيمة. آخر حاجة خالص اللي هي السيلفر، فبيقول لك هنا بين قوسين taken as a perfect conductor for Hermes region 3. طبعا الإبسلون آر تلاتة غالبا بيكون مدي لك قيمتها، فبالتالي هتعوض بقيمة الإبسلون آر بتاعة السيلفر وتحسب قيمة السي، وطلعت السي بتسعة وتلاتة وتمانين من مية نانو فاراد. طبعا يعني السؤال تعويض مباشر، ما فيهوش أي فكرة ولا أي حاجة. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الجزء ده بتاع الدكتور عبد الغفار، وفاضل سيكشن واحد إن شاء الله اللي هو بتاع شابتر تسعة، آخر جزء خالص في مادة الكهرومغناطيسية. أنا هسيب الفيديو ده على اليوتيوب، وطبعا في انتظار أي استفسارات تحت في الكومنتس بتاعتكم لو في حد ليه أي سؤال. توفيق إن شاء الله يا شباب.